اليوم الفيديو تبعنا جدا خطير يا جماعة. اليوم أول يوم دوام إلنا بالحضانة المرعبة. ماما فوتتنا على الحضانة، تركتنا وراحت على أساس إنه أنا ألعب أنا وإخواتي ورفقاتي، وهلأ نحن موجودين بالحضانة كلياتنا قاعدين وبدنا نلعب بالألعاب، وفي ضمن الألعاب ضب شرير جدا جدا، سكنته روح شريرة، وبس تروح الماما بعد ما تتركنا بالحضانة والمعلمات يطلعوا من الحضانة بيتحول هذا الدب وبيصير بيقدر يمشي وبيقتل الأولاد الصغار. فنحن اليوم مهمتنا انه نهرب من هاي الحضانة، فحطوا لايك شجعونا واشتركوا تحت بالقناة وشوفوا اليوم كلياتنا اذا رح نقدر نهرب من الحضانة او لا. شجعونا بالكومنتات وشجعونا باللايكات وخلونا نروح هلا ونروح للعب. طيب يا جماعة بسم الله الرحمن الرحيم وخلونا نبلش يا شباب. انتوا هون؟ هلو معاكي، احنا هون. ايه الاخبار؟ تمام الحمد لله. شو جاهزين؟ جاهزين جاهزين جاهزين. يلا حلو ممتاز، ديروا بالكم. اوه شو كثار نحن هلا، نحن موجودين ورفقاتنا بهي الروضه، هلا بده يطلع لنا الدب الشرير. لا ليكو عم يتمشوا لهنيك، شفتوه؟ شايفته منيح؟ خليها هنا. يلا يستر لازم نهرب. ليكو عم يمشي. يلا يا جماعه جمعوا بسرعه، جمعوا مفاتيح لنقدر نهرب من هي الروضه. وين المفاتيح؟ مامي لا فيش حد هنا مفاتيح. انا اخذت مفتاح اصفر. اشرف تعال تعال لا تخاف. بالحمام، بالحمام يا ريما. بالحمام المفتاح الاصفر. مفاتيح بالحمام. انا هون ريما، وينك؟ جاي جاي انتبهوا، جاي يا مامي. مفتاح الاصفر قلتوا لي بالحمام. ممتاز. اوكي اخذت المفتاح الاحمر، يلا تعالوا بسرعه. جواد يلا جواد دور على المفاتيح. اشرف اشرف اذا بتشوف المفاتيح كلها مش لاقي مفاتيح خالص. انا رح لاقي. اخذت كل المفاتيح. الله يسامحكم، خليكي طولوا بالكم. انا خلي الدببه تاكلكم. قتلني ليه؟ ليه يا ريم انت من اولها؟ قتلني انا واشرف. لا 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 بعد عني والله ماما. عم تهزري والله. طيب يا جماعه يلا بسرعه، شو بدنا نعمل هلا؟ ايه الروضه المسكونه فيها دب شرير. الله يستر. يلا لازم نلاقي. ايه برافو لازم نلاقي المفاتيح. لا لا استنى استنى، انا اشرف طلع من الحمام. لا هو قريب من الحمام. اشرف طلع من الحمام، اطلع. ما في روح عند الحمام يا جماعه، روح 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 خليه يضرب. اشرف بعيد. ما في شيء، خايفه خايفه. ما في شيء، لا تفوتي لا تلحقيني. يا الحمام طيب قولي المفتاح الازرق مسكك. لا 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 بس انا لقيته يعني ديروا بالكم. ايوه مسكك يا بيب. لا 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 تلحقني يا بيب يا فشلو. لا 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 ما عندش شيء يخسروا هاد الولاد. اذا فين ضرب فين؟ اوعى مفتاح الازرق. مين بعد مفتاح الرهيم؟ تعال يا جماعه انا ماني جاي ولا مفتاح لهلا متخيلين. لا 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 اتركني. اوكي هذا هذا تبع السياره اللي برا هذا المفتاح. اتركني رح احاول اجرب هذا المفتاح تبع السياره جنب الحمام. اوكي هي السيارة جنب الحمام. يلا الحمام. ممتاز ليكو. شو صار؟ بدي الباب الاحمر. فتحت الازرق فتحته. قتلك الدب؟ لا قتلك الدب؟ لا اشرف قتل الدب اول. تحكي الدب ولا اي يا جماعة؟ انا شو بخاف انا؟ ساعدوني مشان الله. تعالي بس رهيم. طولوا بالكم طولوا بالكم، بدي المفتاح الاحمر. هيك المفتاح الاحمر. وينه وينه؟ لقيته لقيته. خلص 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 جاي جاي جاي. اوكي 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 اخذت اخذت مفتاح ثاني يا جماعه ساعدوني. ايوه هتلاقيه في لا 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 خلص خلص انا لازمني هلا الاقي الصندوق. يا هم يا حرام ايه والله زي الشر شروفه. ليكو 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 في اوضه اللعب. لا 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 خشي الناحيه الثانيه يا جماعه. ايوه خشي الباب الثاني. ايوه صح الدب عندي يا ديب يا فشلو. ممتاز. لك شوف شنو والله الفشلو رح يقتلنا كلياتنا. ريما اديله الحقنه ريما. انا انا طب يلا يلا ثانيه ثانيه ثانيه. كيف كيف اعمل له فاير؟ كيف؟ كيف بدي اعمل له فاير؟ خليكم مع بعض اديله دفاع عليه. خليكم سوا. اوكي 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 هلا هلا شوف شلون رح نقيم الدب. رح نقيم الدب. هي يا عمه يا ريما يا عمه يا نور يا شرشوح. اهو اهو هناك يا ريما ارجعي. ايوه اهو اهو ليكو ليكو يلا فاير ليكو فاير فاير فاير. هلبي يا ريما. استنى استنى طولي بالكم طولي بالكم. هو باخر كم دور صح؟ طلع روحوا وينه كلب المراري. ليكو ليكو واقف 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 واقف. لك وينه؟ اهو ديفيد ما بيقدر عم يمشي.
ما في غير عم يمشي. اوه يلا ضربي ضربي بسم الله. لا 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 مفتاح الباب مفتاح الباب مفتاح الباب فتحت الباب لقيته. روح بسرعة يلا ريما هرب بسرعة يلا 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 استنوا استنوني يلا يا جماعة حرام لا استنوا لا استنوا بس في الكوت لا في الكوت يا جماعة اهربوا وين الدب يا ربي ما هذا مفتاح الموفي اللي انا معي يا فا فا الدب يا ولالي فا الدب يا جماعة اندبهوا المفتاح الموف معي معي انا مفتاح البنفسجي وين بدي لاقي الباب المفتاح البنفسجي استني رح ساعدك استني كان في شيء بمكان ثاني ثانية 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 المفتاح البنفسجي المفتاح البنفسجي آه وين كان استنى استنى رح احاول لاقي ريما بسرعة اعتمدنا عليك لحظة 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 مين مات ليش ديدا متي ايه ديدا متي من بدري ده بقول لك روح بتروح بس جواد عايش بس جواد اللي على انا وجوجي وبيها وانا عايشة ما بلاقي الباب ليكن بنفسك ليكن ليكن تعالي تعالي جواد تاخذني انا عند الحديقه عند الصندوق عند الست تعالي 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 عند الحديقه عند السيارة يلا يلا تروح 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 لك لك بسرعة يا الله يلا لازم نسأل الدب يلا يلا هلا يا جماعة آخر محاولة عنا تركيز لازم يكون مليون شو يا جماعة هلا هالمرة لازم نهرب مفهوم أشرف مفهوم مالك يلا كلنا نكون جنب بعض هلا لازم نفوز أنا هرب يا جماعة بسرعة بسرعة أنا يلا يلا أنا لازم لاقي مفاتيح من هلا عشان الدب الشرير دائما أشرف دائما اختصاصي حمامات اختصاصك ماشي ريهام يلا شو في يلا يلا لا يا الدب الحمام طلع الدب من الحمام يا ربي ما أحقره الدب الله يرحمكم طيب هذا الدب مو أكبر واحد فايت على الحمام فايت طالع فايت طالع عن جد اي والله هاي الشروفه بيضلوا بيقتلوا طب ليك يا جماعه الله يعينك يا اشرف اي والله الدب بضل حاضرنا كمان بالحضان استنوا لا شوف في مفاتيح وين المفاتيح ليش انتم عم تعرفوا مفاتيح قبلي يا ربي ليش ما في مفاتيح انا ما عم بلاقي يلا جواد ساعدوني مشان الله يا جواد وراي مشان الله وراي مين الفجر ده قدام ولدي ولد بسم الله الرحمن الرحيم وينه؟ جواد ايه تواليت على تواليت وينه جمدت اربعة ثلاثة اثنين واحد اوه تعالولي يا ريما ريهام افتحي باب الحمام وانا مفتاح التاني يلا ليكني رح افتح افتحي باب الحفوت يا جماعة بدي المفتاح الزهري هي لشو هي؟ هي هي تبع لك ليش اخدتها؟ انا اخدتيها ايه 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 اوه اوكي عرفتها من شو عرفتها من شو انا أوكي. انا ما دخلني اوكي اخذت المفتاح انا حاولت يلا ريهام لا 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 بليز بليز ريهام اهلمي ريهام اهلمي انه الدب ما بيقدر يطخي مثل ما نحن بنقدر صح نحن بنقدر نفوت باماكن الدب ما فيه يفوت عليها طيب ماشي مظبوط لانه حجم الدب كبير كريم صح ليك انت وراي برافو برافو حميني حميني الدب اللي وراك كان اه الدب اللي وراي هلا بعطيه الحقنه شوف شلون يا جماعة الدب وراي يلا بسرعة جواد مشي قدامي بسرعة هاي هاي انا معي المفتاح انا صرت منبطحة يمكن معي معي لبحر جواد ما عم بقدر قوم ما عم بقدر قوم قول المفتاح الاسود الدب 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 ريهام قول يا الارض يا هبلة ما عم بقدر قوم ما عم بقدر قوم مدري شو صار له مالك كله قرار كريم انشلي ريهام الدب عندي الدب عندي مشان الله انا مريضة الدب اوكي 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 الدب هون ما فات ما فات ما فات ريهام اوعتي اثنين حرام ريهام صوت طب يا جماعة يلي بيعرف ريهام انصبتي يا ريهام ريهام انتبهي الدب وراكي انا عم بسحب بالاراضي الاسود المفتاح الاسود لشو حدا يدبني يا جماعة اه اوكي لا
بالحضانة. طبعا ماما كانت تركتنا بالحضانة ونحن بنقدرنا انه نحن نهرب من الدب المسكون. ماما ما بتعرف انه الحضانة مسكونة، بس انقتلوا رفقاتي، انقتل اشرف وريهام انصابت، ومين كمان مات يا جماعة؟ جواد كمان مات. يا شو كتار. طيب يا جماعة حطوا لايك لهذا الفيديو واشتركوا تحت بالقناة، بتمنى يكون عجبكم. بشوفكم بالفيديو الجاي، باي.